برضو يا بركات الله يرحمه محمد عبد الوهاب، وزياره الكابتن سيد عبد الحفيظ وكباتن النادي الاهلي لوالده محمد عبد الوهاب، اعتقد برضو انا حابب ان انا ابدا بالكلام ده، لانه ده احنا بنتعلم منه، انا بتعلم وانت بتتعلم وسيد بتتعلم، كلنا بنتعلم من قيمه النادي الاهلي ومن قيمه التضافر اللي الكابتن سيد اتكلم عنه واللي سيد اتكلم عنه، ان احنا ممكن عشان حاجه بسيطه جدا وحاجه انسانيه بسيطه ممكن جدا تكسب بطوله. طبعا، لان احنا طول عمرنا ان احنا عارفين ان الكوره فيها حاجات كتير جدا يا اسلام غير الفنيات. يعني انت الكوره دهيت غير الفنيات، انت ممكن تكون لعيبك لعيب كويس، وطبعا اللعيب اللي بيبقى بيلعب في نادي كبير لازم يكون هو لعيب كويس، ولكن في حاجات تانية مثلا ازاي انت مثلا، هل انت قريب مثلا من ربنا ولا مش قريب من ربنا، فديت ربنا بيوفقك في حاجات كتير جدا في اوقات انت محتاجها، فربنا بيديها لك. الحاجات الانسانيه اللي انت بتتكلم فيها دهيت برضو ممكن يكون ربنا بيخلص لك مواقف معينه في اوقات معينه، لانك انت بتراعي الحاجات ديت، لان الحاجات دي كلها الدين بتاعنا بيقول ان احنا لازم برضو ان احنا نراعيها. وده برضو كان موضوع بالنسبه لنا كان موضوع صعب، لان الموضوع يعني محمد ابو هاب الله يرحمه برضو كان في وقت من الاوقات كان اخونا، ما كنتش موجود يوميها اعتقد، وكان انا كنت موجود، انا كنت موجود بس ما كنتش في التدريب، انا ما كنتش بتمرن اليوم دوت، كنت في الاوضه مع الاداريين، وبعد كده فوجئت عايزين عربيه اسعاف، فحتى الواحد كان ساعتها لان في لعيب وقع، ف يعني فاهم برضو كانت الدنيا لعيب وقع وعربيه اسعاف، يعني في خبطه جامده مثلا ممكن حد يعني، فطبعا الموضوع فجاه لان الموضوع في حته تانية، وبعد كده في مستشفى، وبعد كده خبر في مستشفى صادم، وبعدين شوف اما محمد الله يرحمه كان محبوب ازاي، وكان كل الناس بتحبه، ودايما اللعيب الناس بتتكلم قبل فنياته على اخلاقه، فانت لما بتبقى محبوب واخلاقك عاليه وكل الناس بتحبك بيبقى التعاطف يعني غير طبيعي، الموضوع مختلف طبعا. فكل الحاجات ديت وكل السمات اللي كان فيها محمد اجبرت ان كل الناس كانت زعلانه جدا، والناس كلها عايزه تقف، فمش جديد على النادي الاهلي ولا على كابتن سيد، ولا انها تعمل زياره، ولا انها تقف مع والدته ولا اخواته ولا لا، اصل مش السنه دي، انت عارف ان يعني انا عارف ان في حبل ود موصول على طول لحد دلوقتي، ويعني ويا رب احنا طبعا ما نتمناش ان احنا يعني نشوف حاجه يعني وحشه لا في النادي الاهلي ولا في مواقف في انديه ثانيه، ولكن الحياه بيبقى فيها حاجات كتير قوي، يعني الحياه بتخليك بتعدي على مواقف انت ما بتبقاش متوقعها ولا متخيلها، وبتحصل قدامك وبتاثر فيك في لحظتها وبتاثر فيك بعد كده على المدى البعيد.